صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطي لي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول ما صحيت كده اول حاجه حطيتها الكيسه بتاعه البسكت، كنت برص المواعين فحطيت كده الكوبايه دي في البوفيه بتاعي. تمام، انا حاطه يا جماعه كل الكوبايات بتاعتي في البوفيه بسبب ان انا ما عنديش مكان في المطبخ. تمام، طبعا ايزابيلا ورايا ولابسه السماعه بتاعه الودن. بجد هنا بقى كنت بفضي الخضار بتاعي كله في مكان واحد. اول حاجة حطيتها البنجر، وبحط دايما البنجر مع الجزر والبطاطس، يعني ثلاثة دول انا دايما بحطهم مع بعض، مش بفرقهم عن بعض ابدا. اي اكياس سليمة زي ما اتفقنا بحطها كده في منظم الاكياس اللي دايما الناس كلها بتسألني عنه حرفيا. بصوا يا جماعة، انا متعودة بحط الفلفل الالوان والطماطم والخيار مع بعض، وبحط البطاطس والبنجر والجزر مع بعض، وبرجع كده احط البقدونس والزيتون مع بعض، ما اعرفش ليه الجرجير لوحده ده لازم يكون لوحده كده وحيد، وده الجزر كده. والحمد لله اصلا ان ماما جابت لي الخضار عشان خاطر ماما اللي جايبه لي البنجر والبطاطس والجزر عشان خاطر فضوني جدا في وصفة النهارده. انا كنت صاحيه من النوم جاهزه ان انا اعمل الوصفه دي. انا لما باجي اطبخ بحط الوصفه قبل ما انها بيوم في دماغي عشان انوي، عارفين النية، يعني خلاص بقى انا هعمل الوصفة الفلانية فبجهز لها بقى، اقعد اتخيل بقى ان انا عملتها ونجحت فيها، كل ده بيحفزني ان انا اعملها. تمام، وهنا بقى كان الوايبس بتاعت بيلا خلصت. انا مش بستخدمها لها هي يعني، بس لازم تكون موجودة، وبستخدمها للبيت برضو يعني، بستخدمها لها، بمسح ايديها بمسح رجليها كده، وبستخدمها للبيت اكتر بصراحة، بتفيدني قوي قوي قوي. يعني بقى كنت عايزة احط واحدة نسكافيه هنا في العلبة دي، كنت عايزة احط برضو المايونيز في العلبة الكبيرة دي بس من غير ما اطلع بقى كل حاجة بقى وبهدل نفسي وكده، فقلت هسيبهم مكانهم كده واحط وانظم وهم في مكانهم عشان انجز برضو عشان ست ايزابيل. تمام، ده بقى يا جماعة الليمون اللي هو المجفف اللي اسمه لومي، وده زبيب برضو كان خلص من عندي. تمام، ببدأ بقى ارص كل حاجة في اماكنها كده اهو، حطيت الزبيب بقى في مكانه في العلبة اللي هي على شكل فلفل دي، او البرطمان الزجاجي يعني، وبورسلين تحفه 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 بجد يا جماعه. البرطمانات دي كانت اصلا المفروض للملح والفلفل الاسود والشطه، بس انا قلبتها يعني خليتها الجوز الهند والذره والزبيب. تمام، انا بقى كنت عايزه احط الليمون اللي هو اللومي ده، بس ما كانش فيه مكان، بس ما تقلقوش انا كبيت الكبسه دي، خلطه الكبسه او توابل اللحمه، بجد طعمها وحش قوي من عند العطار حرفيا، وحشه 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 وحشه. حطيت الليمون اللومي هنا، قلت احط كتير، لقيت بقى الغطا بتاع طقم التوابل الجديد مش عايز يتقفل وكده، قلت طب وعلى ايه يعني يا جماعه، بدل ما يتكسر او اي حاجه، لا طلعت كده الليمون اللومي ده وحطيت 3 4. بعد كده بقى نقلتهم اصلا في البرطمان اللي هو اللي جنبه اللي كان فيه الكبسه دي، بجد بجد كانت ريحتها بشعه، مع اني لسه جايباها. يعني انتوا لو متابعين هتلاقوني جايباها تقريبا من 4 5 ايام، التوابل دي مروان كانت جايبها لي من عند العطور. هنا بقى جوز الهند كان خلص برضو، قلت احطه في البرطمان بالمره عشان املى الحاجه بتاعتي. هنا الكيسه كنت خايفه عليها، قفلتها كده بغلق الاكياس، وبرضو قلت احطها في كيسه سودا كده، وهبدا ان انا ادخلها في درج التلاجه، بحب احافظ عليهم قوي 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 في التلاجه. هنا بقى كنت بحضر الفطار بتاع ايزابيلا، بطاطسايه كده وجزرايه، وحطيتهم على النار عشان يتسلقوا، هوب النور قطع، قلت مش مهم هكمل الفطار بتاعي عادي جدا. هنا بقى كنت بقلي لنفسي 2 بيضه، وكنت بحضر لنفسي الفطار. بجد يا جماعه النور بيقطع في اوقات غريبه جدا، طبعا انا بصحى متاخر لاني بنام متاخر، بنام 10 الصبح و9 الصبح بسبب ايزابيلا. هنا بقى كنت بكمل الفطار بتاعي وخلصت كل حاجه، بس حرفيا الصينيه دي خلصت وانا خلصت معاها. ده كده البطاطس المهروسه والجزر المهروس، حطيت لها عليه فلفل وفلفل اسمر يعني وشويه ملح، وانا عملت كوبايه النسكافيه والبيض والرغيف العيش الاسمر. الفينو ده بيتباع في كل مكان يعني، عشان في ناس كتير بتسالني عليه، بيتباع في اي حته يا جماعه، وفي كمان افرام بتبيعه، يعني افضل من انك تجيبيه يعني في كيسه وكده. تمام، عشان هو غالي ب16 جنيه. انا بقى كنت باكل البلح الاسمر، ما جتش جنب البسبوسه دي، مع اني هموت واكلها يا جماعه، بس عشان خاطر يعني انا لخبطت بجد كل حاجه. انا المفروض اعمل دايت حرفيا، ما اعرفش مالي في، عماله لخبط. انا هطبخ طالما شايفين البوليكه دي، يبقى انا هطبخ.
اذا بالله نايمه، فانا هجهز الحاجات اللي انا هطبخ بيها، هرتبها كده واغسلها، واللي عايز يتقشر هقشره، فاهمين قصدي؟ هرتب كده محتويات الطبخه بتاعتي، ومش هقول لكم الطبخه، اكيد انتوا شفتوها في العنوان يعني او اي حاجه، ده لو كملت اصلا، بس هحط كده المحتويات وارجع لكم تاني واقول لكم انا هحتاج ايه بالظبط. لسه ما جبليش ولا اللحمه ولا الرز البسمتي ولا السوداني، بس انا برضو هجهز كل حاجه كده. قبل ما بطبخ بفضي يعني الرخامة، بفضي كل حاجة كده عشان خاطر احط اي حاجة انا عايزاها في اي مكان، خلاط بقى، السلق، الخضار، بصوا اي حاجة. يعني انا البوتاجاز بتاعي بصوا ما فيهوش اي حاجة خالص ونضيف، فيهوش غير الاكل ده بتاع ايزابيلا، وهسيبهولها عشان لو جاعت، لو صحيت وانا بعمل الاكل يعني لسه ما خلصتش هاكلهولها. تمام. وهنا بقى بصفي كده المواعين وبحطها في اماكنها، والازازه دي هملاها دلوقتي احطها في التلاجة. المواعين دي ملناش دعوه بيها، ولكن انا شايفينها هنكمل عليها، وان شاء الله بكره يحلها حلال، يعني هي بكره بقى. الماشين دي تحفه جدا يا جماعه للبصل، بقطع كل بصلايه 4 ارباع وببدا ان انا احطهم هنا، بجد تحفه جدا جدا. شوفوا دلوقتي بعد ما اقطع البصل، انا معايا 3 بصلات كده يعتبر متوسطين، او انت محتاجه بصلتين كبار كده. البصل ببدأ اعمل يدوي، بس مش هعرف طبعا وانا ماسكه الكاميرا، هي بالايد دي بقعد الف كده، هوريكم بعد ما اخلص. حلاوه الجمال، قطعتها لي قطع صغيره. ميرا هو انت ما عندكيش كبه؟ طبعا عندي كبه اهي، ست هاني، ما هي كبه مولفكس الاصليه، بس انا مش عايزه افرم البصله، عايزاك اني مخرطاه بايدي، وانا مش بعرف لان عندي بجد حساسيه زائده، انا مش اشطر واحده خرط بصل في الدنيا. جاي معاها على فكره ادوات كتير، منينها دي اللي هي شبه الاسباتيولا بس بلاستيك. هفضي بقى البصله كده واحضرها اول حاجه معايا كده، خلصت. وطبعا محتاجه توم برضو، فماما بتفرم لي توم وبتجيبولي كده، انا سايباه يفك عشان اخد منه برضو حبه. للاسف هحتاج اعمل سلطه دقوس، ف السلطه دي انا ما عنديش كزبره، مش عارفه احط جرجير ولا ايه بالظبط، ما عنديش خالص بجد. معايا كزبره ناشفه، ممكن احط كزبره ناشفه، مضطر اعملها في الكبه اللي لسه بقول انا مش عايزه استخدمها. بطاطسيتين وجزرتين، دول مش في الوصفه خالص، بس انا بحب طعمهم قوي مع سلق اللحمه، وعايزه اكلهم كده مع الرز، يعني هي دماغي طالبه كده. انت ممكن ما تحطيش الاثنين دول خالص. التوابل وحضرت كيس الصلصه، هنا استخدمت اللومي، حبهان، ورق لورا، مرقه، شطه، بابريكا، قرفه، جنزبيل، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، ملح. تمام، دي كل التوابل اللي احنا هنحتاجوها، هقول لكم هنحط ايه امتى وكده. برده حاجات سلطه الدقوس، وهنا هعمل كوبايه صلصه كده، كوبايه عصير طماطم يعني. تمام، سلطه الدقوس خلصتها، حطيتها في التلاجة عشان تفضل فريش كده وساقعه مع الرز السخن، هتعمل ماتشنج روعه بجد. فاستنوا بقى ايه باقي الخطوات كده. الامر بعد ما جهزت كل حاجه كده، ميرون اتاخر، فعملت لنفسي ساندوتش جبنه دومتي لايت وجرجير وواحده زيتونه كده. تمام، لقيت كده الرف بتاع التلاجة ده مليان شويه حاجات كده مش عايزاها، قلت بقى افضيه كده، ومسحت ايه كان في كاتشب كده لو لمحته يعني، مسحته كده وظبطت الدنيا، رميت اللي انا مش محتاجاه. تمام، هنا بقى يلا بقى ميرون جاب اللحمه وجاب الرز البسمتي، قلت بقى يلا بينا نبدا. حطيت اول حاجه يا جماعه معلقتين سمنه متسيح فيها زبده. تمام، وحطيت البصل بتاعي، ورق اللورا، والحبهان، والليمونه اللي هي اللومي، استخدموا 2 عشان طعمها يظهر اكتر، والثوم، شوحتهم كده مع بعض. وبعد كده نزلت عليهم بالتوابل بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها طبعا، وبعد كده نزلت عليها بكيس الصلصه بتاعي. بصوا لونها بجد كان تحفه، ودت بجد ريحه خطيره. نزلت باللحمه بتاعتي المتقطعه قطع يعني صغنونه عشان تستوي اسرع، لو جبتيها متقطعه قطع كبيره يبقى لازم بقى تسلقيها لوحدها وبعد كده تحطيها مع الوصفه دي. تمام، فضلت بقى اقلبها كده، وديتها تشويحه كده، اديتها زي صدمه. تمام، وبعد كده بقى بدات طبعا تعرفين الضربة الطماطم، حطيت بقى الطماطم بتاعتي، بس طبعا 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 هزود عليها شوية مية كمان عشان ادي اللحمة غلوة. اللحمة يعني استوت معايا تقريبا في ساعة، ساعة وربع. تمام، يعني احتاجت ساعة، ساعة وربع عشان هي صغيرة، انما لو كانت متقطعة اكبر من كده كانت هتحتاج شوية وقت، ممكن كانت تحتاج تلت ساعة كمان. حطيت بقى ايه البطاطس والجزر عشان انا بحبهم بصراحة مع اللحمة، ده مش في مكونات الكبسة بس انا بحبهم مع اللحمة جدا. يوم ما بعمل لحمة مسلوقة او رز لازم احط بطاطس وجزر، وبحط كمان بصل. هنا بقى يا جماعة كان مرون جايب لي السوداني والزبيب، اخدتهم كده يعني قشرت السوداني الاول طبعا،
وفي حلة كده حطيت برضو معلقة سمنة على معلقة زبدة متسيحة، وبدأت ان انا انزل بالسوداني والزبيب بتاعي. لو عندك مكسرات تانية حطيها، بس ده كان المتوفر عندي. فضلت اقلب فيهم كده لحد ما خدوا تشويحة يعني، تمام. خدوا اللي هو لون كده يعني، ما لحقوش، بيتهيأ لكم ان الزبيب بيتحرق بس هو ما اتحرقش، صدقوني ما اتحرقش، هو خد تشويحة كده، ريحته وطعمه كان بجد خطير. طبعا سبت اللحمة بقى تستوي، وهنا بقى دي المرقة، حطيت مرقتين، زودوا مرقة كمان، وده الرز زودت برضو رز كمان، معرفش ليه زودت، هو اتبقى مننا بس يعني ان شاء الله هيخلص، ما بحبش حد حاجة تترمى خالص يعني، تمام. هنا بقى يا جماعة طلعت كده قدام الشوزات، سبت بقى ايه اللحمة تستوي يعني، لقيت المنظر ده عايز يتكنس، قلت بقى اكنس، ولقيت كده وانا ببص لقيت السفرة كده يعني، مش عارفة مروم بقى ولا مين حطت كده مكان كوباية، فمسحتها كده، قلت امسح بقى السفرة كويس جدا كلها يعني، طالما ماسكة الوايبس كده بمشي ايدي كلها على السفرة، مع ان انتوا عارفين لسه عاملة عمرة للصالة دي من فيديوهين تقريبا. فبجد يا جماعه شغل البيت ما بيخلصش، عشان كده بقول لكم بالراحه وواحده واحده على نفسكم، ما تضغطوش على نفسكم، واعملوا كل يوم حاجه واحده بس يعني. انا طبخت النهارده ومش هطبخ بكره، تمام، خلينا متفقين. هنا بقى يا جماعه كنت حطيت الرز بتاعي، خلاص الرز بتاعي تقريبا اخد نص ساعه عبال مستوى، لان ده رز بسمتي. بصوا بقى يا جماعه بعد ما خلص وحطيت عليه كده بقى ايه الزبيب والسوداني خطير، وحطيت بقى سلطه الدقوس دي خطيره، دي اعملوها وانتم مغمضين، اعملوا الوصفة دي بجد هتعجبكم جدا. هستنى الصور اللي انتم هتعملوها ابعتوها لي على الانستجرام، وانا هتبسط اوي. الكمية الكبيرة، احنا كنا 4 اشخاص، يعتبر بيلا نص شخص يعني 3.5. تعالوا شوفوا المصيبة اللي انا فيها بجد، تعالوا شوفوا المصايب اللي انا بتحط فيها. ايزابيلا كبت ازازة فاونديشن كاملة على السجادة بتاعت الطرقة او مشاية الطرقة، تمام، اللي هي بين اوضة الاطفال وبين الطرقة. بصوا عملت ايه، بصوا البهدله اللي هي عملتها بجد، انا عايزه اصوت، ملحقش اتهنى بوصفه، ملحقش اتهنى بحاجه، ده الطبيعي يعني، بجد ده الطبيعي. قلت بقى بدل ما اقعد امسحها واقعد اعمل فيها واحنسها اغسلها وخلاص، مش هتفرق يعني. سينا زي سونيا يا جماعه بجد، مش عارفه اصوت اصوت بقى بسرعه. موضوع المشايه اللي ايزابيلا خربتها بسرعة، لازم ننسى، لازم ننسى عشان نعرف نعيش، ما احنا لو فضلنا كده مش هنعرف نعيش يا جماعة. نفضل نفكر في كل فسفوسة كده صغنونة وتعكر مزاجنا، طب وليه ليه كده؟ تعالوا بقى هوريكوا حاجة. ده ترنج ماما جابته لإيزابيلا للشتا، تمام، هفرجكوا عليه دلوقتي. بس عايزة اقول لكم الكبسة طلعت خطيرة جدا جدا جدا، طعمها طلع تحفة قوي، عجبت مرون وعجبت اختي وعجبت البسبوسة اللي لسه خاربة المشاية، تمام، بجد طلعت جامده 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 جامده. انا متوقعتش ان انا اعمل حاجه بالحلاوه دي بصراحه يعني. يا جماعه تعالوا هفرجكم على الترينج ده. بدانا بقى ايه في الشتوي، بدانا نشتري الشتوي. ده شكلها، شكلها حلو قوي اهو، هي بتلبس من سنه ونص لسنتين. طبعا ايزابيلا اصلا حجمها صغنون على السنه، بس هي حلوة يعني هتنفعها، وشكلها بتدفي قوي، لان شكل الشتا ده يا جماعة هيجي قوي جدا، فطبعا انا بخاف عليها قوي، فلازم تلبس بقى حاجات تقيلة وكده. شكلها حلو قوي، الفيونكة دي بارزة، هي دي اللي هي مش فاكرة اسمها ايه، هو بطوط وبطوطة بقى، بس مش عارفة بطوطة يعني كان اسمها ايه بصراحة، بس ده شكلها. في الكل فلاش، هي دي الدرجة بتاعتها الطبيعة بالظبط، تمام. قولولي رأيكم في الكومنت، وقولوا لي رايكم في الكبسه لما تعملوها، ابعتوا لي الصور بتاعتها على الانستجرام لو عملتوها، وتابعوا معايا بقى كده وشجعوني بقى على الطبخ، لان بجد يا جماعه كل حاجه مرهقه، الواحد عبيت ما بيلاقي لنفسه نص ساعه يعني يرتاح فيها في اليوم، بحس ان احنا بنرهق واحنا بندور على نص ساعه نرتاح فيها اصلا.